اهلا وسهلا فيكم. اول شيء انا سناء ياغي الغصين مطار الدير الاحمر. نحن مصيف بسيده الايرون هون. انا بشتغل كل شيء موني بلديه، البان واجبان، كشك، زعتر، مايكدوس، مربيات كلهم. بشتغل كمان عصاج. كل شيء بناكله عصاج هو بلدي وشغلنا. عنا عصاج، عنا الطلام بسمنة يلي نحنا منصنعهم من الحليب الطازة المعزة يلي بترعى بالجبال مثل ما انك شايف. عنا القورمة كمان من عنا، المقبوس والمربيات على انواعهم. عنا الكشك والكشك بقورمة مع بعض. عنا هون على هلا اللي رح تشوفهم هن نقيش القريش المالحة مع الخضرة، بقدونس، نعناع، بصل. عندنا الزعتر، عندنا الكشك مع سمسم يلي هيدي رسات خصوصي لإلي أنا، سبيسياليتي. عندنا الخبز السخن يلي رح ناكله مع اللبنة والجبنة والبودرات. وعندنا هلا هون نحن أكيد الدبايح والخروف المشوي وهول الأشياء بوقتهم بيجوا. وأنا بلشت كنا نكون عم نعمل موني لإلنا، يمرقوا الناس يشوفوا يقولوا لي بتبيعوا؟ قال لهم انا ايه، ليش لا؟ يلا بنعمل غيرهم. وهيك بلشنا من كم مرطبين من مونتنا بعنيهم، وهلا صرنا بنعمل موني بلديه كل الاصناف. بشو ناس بقصدك؟ صراحه الجبنه البلديه لانه بغليه، لانه كثير صحيه. بحبوا كل شيء بنعمله عصاج. الكل بيقولوا لي انه عجينتي مميزه وطيبه. ونشكر الله لأنه بشتغل من قلبي، وبقول يا رب يبارك كل شغلي وهو عم بيعطيني النجاح. أعطيني العنوان على قد كيف ناس وصل لعندك. نحن مبدئيا بسيدة القرن، وهون حد سيدة القرن، انت صورت الموقع أكيد ما في شك. الموقعين نحن موجودين فيهم. لا أنا بكتب كتير عتيبة، بقول كتير عتيبة، لا بس إنه ما بغنيهم. بس قولي لي وحدة حلوة. وحدة حلوة؟ لا رح أقول أم جد. خلص اذا مصر. هلا في بيت تاني كتبته عن العجين. هلا اذا بدك اسالني، قال لي امجد هالعجينه كثير طيبه، شو سرها؟ هلا خلينا نبلش تبع امجد. يلا امجد. علي الدهر ان تباخل امجد، كفاني عطايا اني كون امجد. ما بدي من الدنيا عز وامجد، بيكفيني يكونوا بقربي هالحباب. في عنا مربى القرع يلي في ناس بيسموه لقطين، في ناس بيسموه قرع. هو يلي بنقع بالكلس والقاسي يلي كتير طيب. عنا الاسفرجة للمبروش. عنا اللبنة المكعزلة. بعد عنا الكشك الأخضر المكعزل. الحصرم، شراب الورد، مورد، شراب الفريز، دبس الرمان، مزهر، شراب التوت، وخل التفاح. عندنا المكدوس، وهذا شيء انا يعني حسب ما بيقولوا لي اني كثير مميزين عندي، نشكر الله. التين، الكويز، الفريز الناعم، التفاح المبروش، القرع قطعناه، التين المخبوص، وعندنا القرع المشلش. هلا بعد شوي بنذوقكم اياه وبتشوفوه بالتحديد كيف هو، معه السمسم والكاجو. وعندنا القورمه، وعندنا السمنه البلديه يلي بنشيلها من الحليب الطازه، وكل شيء من الطبيعه عن جد. الشغل بنفس، صح، من القلب. الانسان مثل ما انه بيقشع من قلبه، اذا طلع فيك بعين المحبه بشوفك كثير منيح. ف معناتها عم يقشع من قلبه. والشغل مش بس الايدين، مش بس المواد الانجريديان، كمان النفس من كل قلبه. هاي الحقيقه. بدي هي قشبه الحليب يلي بنغليها، بنرجع بنروبها، وفي لها مكنه عاديه بتخدها، بتطلع عنا هاي الزبده يلي هلا بس فيها الملح. وبعدين بس من بعد ما حتى تبقى وقت اكثر، هي يلي بنغليها، ما بعد فيها هون ولا مي ولا ملح ولا شيء. هيدي اجمالا بنعمل فيها طلام السمنه وسكر.
هيدي يلي منقلهم طلامي السمنة يلي هن منعملهم سميك وفيهم ملح. أنا صنائياغي الغصين دير الأحمر، ساكنة باللقلوق بصيف بسيدة القرن. عندي كل شيء موني بلدية، عندي صاج بكل خبز السخن مع كل تشكيلة المناقيش، مع كمان بنطبخ كشك بقوارمة إذا الطقس كان شوي بارد. كمان عندنا البيض بقوارمة زيادة مع المنيو إذا كان حدا بده. نحن موجودين بسيدة القرن، موجودين بمنطقة هون اسمها مرجريمة، بهالربعة اللي بحبها كتير وفوق بالسيدة. أنا بتمنى على طول إنه يكون في موعد للي بحبوا يجوا، وبيعدونا بيقولونا قد ايه عدد الأشخاص، وكمان فينا نحكي بالمنيو اللي بدهن اياه. كمان فينا هون نذبح ونعمل الخروف المشوي والأشياء اللي بالطبيعة حلوين. عندنا رقم تليفوني 70-525-373. انا معك انا معك، مبسوط فيكي، فينا نضلنا لبكره ما نتعطى الاهم. بعد ما دقنا الاكلات بس حسيت عم بقرا بعيونها قديش هي بتحب الشغل. بعدنا ما اكلنا شيء، بس بالطريقه اللي بتحكي فيها، النفس، الاحساس، الضحك هيك الصغير، التفسير مش معقول. يعني جاي نعمل حلقه دقيقتين بعتقد بيطلع لها ريبورتاج تل ساعه بس لها. اهلا وسهلا فيكم، الله يخليكم. هذا على القفص اللي هون حتى يكون جالس ما ينفسر. عجينتك بتحكي طريه مخمره مظبوط، كلها هواء من جوا، يعني عم تفتح معك وعم ترتاح بلا ولا حتى بترجع بتمغط وبتشد محلها. صح، العجينة خبريتها كنت ورا عم نخبط على الصاج وعم ناكل كلنا سوا. بقوم جوزي بقول لي يسلم ودياتك يا مرتي على هالعجينة، على هالخبزات شو طيبين. قلت له اللي جن بحبي جنيت عجنته، ارتضيته حبيب دخلني عجنته، الخبز اللي عم ياكله بايدي عجنته، سقيته من روحي تتخمر وطاب، وبلش يطلع الخبز كتير طيب وبعده طيب، وإن شاء الله يكون على ذوق. لا عن جد ريحة الخبز، دوقة الخبز هيك اليوم. قبل ما دوقة بدي أقولك عن ريحتها بارفان. وين الأولاد؟ ولو ما مسكبوا مكدوس حطوا شي على الطاولة. غريب الإحساس بين نص قرشة نص علكة، يعني مع بعضهم سوبر رقيقه. الهواء اللي بقلبها بقدي بيفرجي قديش مرتاحه، لونها اصفر شوي، عن جد ريحتها ما بقدر افسرها. اول مره بشم ريحه صاج هالقد حلوه، نافخه مزبوط، مرتاحه مزبوط، مخمره مزبوط، تفرط فرد، تقرش بشكل كتير حلو، فعلا من اطيب ما يكون، من اهم صاج اكلهم بحياتي. ما يكون عندنا زيت مغلي، هيدا منقوش، يعني اذا بدك السيناتور تبعك. صح صح، لانه حتى ما نخلي الزيت يغلي على النار وتبقى من بعد ما تخلص الخبزه زيت زيتون رشة زعتر. صح، وبتاكلوا شيء غير شكل بلا ما يكون الزيت عم يتسخن. شوف لي الرولو وين، خليهم يستحي. هيدي خليناها شوي سميكه لانه عندنا هون الكوسه، الكوسه هي يلي بنبرشها، بنحط لها بصل وسميق وبندوره، نعنع يابس وبقدونس، رشه بهارات. على فكره كثير طيبه سلاد بدون شوي. طيب
بالنسبه لي بدي اقول لك مرسي على شغله بقدرها كثير. انت ركبتي الساج بخمس دقائق محلها فوق على راس التله، بخمس دقائق ركب كل شيء، كل الغراض، العجين، المعالق، السكاكين، كله مغلف، كله مزبط، مثل كانه صار لهون سنه. انا بدي اقدر لك هالنقله السريعه، الساج، الغاز، الغراض، الطحين، عن جد واو. يعني ما بعرف شو سهله فيكم كمان، انتم جايين من اخر الدنيا، اقل شيء انه كمان ما اخركم، وان شاء الله كل شيء يكون عزاؤكم. طلعوا البيز قربوا، بيز قربوا على العجين. في كثير ناس بتطلع بالعجينه وبتفكرها عجينه، هي منا عجينه، هي فيها طلعوا فيها حب، غرام، نفس، احساس، ومعلميه، وبالاخر شويه طحين. هيدي منقوشه فيها بس كشك وزيت وسمسم. كشك سمسم وزيت بس؟ صح. مبين مثل سكر سمسم. صح، ما ببين انه في كشك على العجينه، لانه هو الكشك بودره منه مطحون، يعني منه ما في شيء ثاني. هي ما فيها بصل ولا توم. هيدي كمان ما حدا بيعملها غيري. يلا هي حكينا عن الكشك. مبينة مثل السكر، مش معقول. صح. نرجع نذكرهم الكشك شو هو؟ كشك وسمسم وزيت. شو يعني كشك؟ الكشك هو إذا بدنا نحكي عن المونة اللبنانية بالدرجة الأولى هو الكشك، لأنه أول شيء ما بده براد. ثاني شيء طيب بالشتاء بالساعة سوق مع القورمة. طيب إذا خفقناه مع خضرة كتير طيب بالشوب. في كل الفيتامينات، وكانوا يعتمدوا اكثر شيء بالموني لانه ما كان عندهم ولا البراد ولا الفريزر ولا كان في مواصلات، كانت تضيع تسكر بالثلج. فاللي عنده كشك يعني ما بيجوع عن جد. هيك الكشك اللبن المجفف مع برغل وكل العده، هالكشك يلي فيه حديه كثير حلوه. ما بعرف ليش متاخذ انه ساعة واحد بقول كشك يعني اكل خضاريه، لا ابدا، مين ما كان فيه ياكل كشك؟ كان زمان. ومع السمسم ومع هالعجينة العظيمة الثانية، شو هالاختراع؟ غريب لمعته، غريب هاللمعة، مثل كأنه سكر. هلا عم نعمل طلامي بسمنة. طلامي بسمنة؟ صح. لكن زدت كمية العجينة بس أرق شوي. خليها أسمك. أصغر شوي، أسمك أكثر. صح. بليز قولي لي كيف عجينتك مرتاحة هالقد؟ شو بدي أقول لك؟ قلت يا رب بارك وبلشت. زبدة وطنية بلدية. بلدية ما فيها ولا مواد حافظة ولا شيء أبدا. على فكرة في كثير ناس بيقولوا لي إنه عندهم كوليسترول والحكيم بينصحهم فيها أحسن من الزيت. حتى وقتها منطبخ فيها كأنه طبخين بزيت، إذا سقع الطبخ ما بتجمد. هاي الحقيقة. جين مفروض ندهنه الزبدة. حطيت الزبدة أول شيء على أول شيء زبدة صح. بعدين هلا هي بتدورهم. اوه ماي جاد. هلا بس رح تدوق الزبدة رح تعرف عن شو عم بحكي، إنه منا الزبدة بس منا كتير ثقيلة. هي شو بانكيكس على لبناني؟ هلا رح نرجع ندوقك إياها مع السكر. فينا نحط قد ما بدنا حتى ما أكثر كتير. هلا اللي تحت بتكون شربت، رح نقلبهم حتى الكل يشربوا، وراح نقصها تريبل دكر بيتزا لايك بانكيكس لودد وذ بوتر. طيب خطره لانه واو بيعرف بده بدل واحد في واقف وزبده. يعني بتحسوا انكم طلعتوا شفافكم من بعدها وبيلبق لها السكر معها شوي. هلا فيها ملح و
او ماي جود. لا خطره خطره كثير. والجوسي بتشده جوا بيفقعوا الزبدات. او ماي جود قصه كبيره. واو شو كتبت بيت للبطرك صفير، قلت له دموعنا على الوطن بتتقطر بكركي، صونيه يا مريم بجاه بكركي، منرضى نموت تحت راية بكركي ولنعيش بوصاية أجانب أو عرب. وقت توفى البطرك البيت هو ذاته، كتبت له دموعنا عفراقك بتتقطر بكركي، ارحميه يا مريم بجاه بكركي، فرحت السما وحزنت بكركي لما مجدها ومجد لبنان غاب. منبلش؟ هيدي القريشة الحلوة مع مربى القرح، شي كتير طيب. كمان فيك تزيد القطر إذا بتحب أكتر. حلو خلطة قريشة وعسل أكيد، بس قريشة مع هاي بعد أهم بكتير. ننزل نزول عندكم. أول شيء القطر أو المي تبع ال تبع ال مربى القرح، وكل شقفة قرح قرشتها أقوى من تاني. هتاخد لقمة تانية وبتفقع، بتيروا السكرات من المكان. معقول؟ لحظة تنلف فترتين مثل الكريب. وهيدي البقلاوة اللبنانية، لأنه البقلاوة بيقولوا تركية، فهاي بقلاوة لبنانية. ألف صحتين. ناطرتكم بسيدة القرن، ناطرتكم بالربعة بمارجريما، وحيث ما تطلبوني تجدوني. والرقم بتعرفوه. وميرسي كتير وبهنيك على أسلوبك، لأنه أنا شهاني أكلاتي. ربعة مارجريما.